كرت أحمر رفع بوجه إسرائيل، كرت رفعته مجموعة من المؤسسات الدولية من أجل الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لطرد إسرائيل أو تجميد عضويتها في ظل استمرار الممارسات والمعيقات الإسرائيلية في طريق الرياضة الفلسطينية. حرية التنقل وإعاقة يعني حركة تنقل الوفود والإداريين الرياضيين اللي بيجوا من الخارج والدول العربية اللي بعطل بناء وتطوير المنشآت الرياضية، وبيتم كمان اختراق الملاعب الفلسطينية مثل ما حصل قبل فترة بملعب فيصل الحسيني، حيث أنه الجيش الإسرائيلي فات أثناء تدريب اللاعبين الفلسطينيين واللاعبات. حملة كرت أحمر ومؤسسات حرية الحركة والحق في ممارسة كرة القدم اجتمعت في مدينة رام الله بإشراف وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للشباب والرياضة من أجل الكشف عن الخطوات التي قامت بها لرفع القيود الإسرائيلية عن الرياضة الفلسطينية. Last summer before the under 21 championships there was في الصيف الماضي كان هناك ضغط على ميشيل بلاتيني لمنع استضافة إسرائيل لبطولة أوروبا للشبان، وحتى الآن لا توجد أي ردة فعل. الاعتداء على الرياضيين وإعاقة حريتهم واقتحام المنشآت الرياضية هي من علامات الاحتلال لوقف الرياضة الفلسطينية التي تسعى بكل الطرق للتطور والوصول للمحافل الدولية. لتلفزيون القدس، محمد العدم، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.